تتخوف العديد من الزوجات من أزمة منتصف العمر عند الرجل، من تغير أحاسيس الأزواج من هذه المرحلة وبحثهم عن التجديد في مشاعرهم والخروج من رتابة الحياة. ولكن هل صحيح أن هذه الأزمة تصيب الرجال فقط؟ وكيف يمكن للأزواج اللي بيعيشوا حياة زوجية مشبعة بالحب والاهتمام والعلاقات الزوجية الدافئة اجتياز هذه الأزمة مع بعض بإذن الله بأقل أضرار؟ ممكن أكيد راح نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا في هذا الاستوديو ميسون الخضر. أهلا وسهلا فيك ميسون. أهلا بكم، تشرفت فيكم. أزمة منتصف العمر في البداية، هل هي فعلا حاجة موجودة أم هو كلام فقط انضحك علينا في فترة طويلة؟ أول حاجة، أزمة منتصف العمر هي فعلا موجودة. موجودة موجودة فعلا، هم العلماء من زمان بيتكلموا عنها، يعني تاريخيا موجودة من أيام الفراعنة. نعم. وذكرت بشكل مفصل، حتى الفراعنة كانت عندهم في الستينات. ايوه، في المخطوطات الفرعونية كانت موجودة، تكلموا عنها من سن 35 كانت موجودة، وبعدين بدأت تظهر في الستينات الميلادية. لكن احنا نبغى نرجع لها تاريخيا من القرن الرابع عشر. اول واحد كانوا بيتكلموا عنها كانوا الشعراء الادباء، كانوا دانتي في الكوميديا الالهيه حقته اتكلم عن ازمه منتصف العمر، كان بيشوف انه انا لما وصلت لسن 35 كاني في مفترق الطريق بين بينين، لاني ساير الحياه وانا ساير الموت، وبعدين ايش بيصير في حياتي؟ فازمه منتصف العمر اصلا موجوده، وبدات بهذا الاسم علميا زي ما قلنا في عام 1965 مع طبيب نفسي كندي اسمه إيليوت جاك، اتكلم عنها. بدا هو في دراستها لما بدا يشوف تولستوي، العلماء الروسيين المبدعين، انه بداوا لما يوصلوا سن 35 بدا في منحدر. اذا هي موجوده. موجوده. ايش حلها؟ موجوده. ايش حلها؟ اول نبغى نتعرف عليها ايش هي. هي مجموعه من التغييرات النفسيه الجسديه الفسيولوجيه اللي بمر فيها المراه والرجل على حد سواء. هي يمكن اكثر ظهور في الرجل، وكمان الاعلام ظهرها بشكل اكثر في الرجل، بس هي موجوده في المراه والرجل، يمكن لانه الرجل عالمه خارجي اكثر فتظهر بشكل اكثر، المراه عالمها داخلي اكثر. هي اول حاجه اكتمال العقل، اكتمال النضج، مع وجود بعض الاندفاعية، وأنا لما أكون عندي فلوس، عندي ثقة بنفسي، وظيفتي مستقرة. جميل. في ساعتها يبدأ الروتين يدخل، أنا أبدأ أدور، أولادي كبروا، أبدأ أدور على أشياء جديدة في الحياة، أبدأ أدور يمكن على عمل جديد، أحس أن الروتين أنا أسست نفسي لي 15 سنة بشتغل، فجاء الوقت أني أغير عملي. نعم. يمكن يكون فيها اندفاعية، يمكن يكون قرار صحيح، تعتمد على كيف النضج وكيف المرحلة اللي قبلها مشي فيها. المرأة نفس الشيء، أحيانا تقول طب أنا كبرت أولادي وعايشة مع هذا الزوج اللي يمكن يكون ما هو مناسب لي أو في مشاكل مختلفة، هل حان الوقت أني أنا أجدد حياتي وأنتقل لصحباتي أكثر، أو أني أنفصل وأعيش حياتي بشكل ما؟ هذه هي مجموعة من التغييرات النفسية الجسدية. يعني يمكن السبب أو العامل الرئيسي فيها روتين والنضج. والنضج وكمان النضج مع وجود في توفر مادة، توفر حالة اجتماعية نوعا ما فيها ثبات، فيبدأ فيها شوية أنه أنا أبدأ أدخل العامل زي ما أنت قلتي كسر الروتين. كسر الروتين. نعم. طيب احنا يعني نبغى نعرف دور المرأة هنا عشان ممكن أنها تساعد زوجها يتخطى هذه المرحلة، إيش تسوي؟ أول شيء لازم احنا في الحياة الزوجية لما نجي نتكلم عن أزمة منتصف العمر. نعم. اللي هي زي ما احنا قلنا تبدأ من 35-40، هل هي مرحلة حتمية؟ ليست مرحلة حتمية. والزوجة كيف تساعد زوجها؟ والزوج كذلك كيف يساعد أكيد. زوجته؟ أول حاجة في حوار، لازم يكون في حوار، في تواصل جيد. نعم. لما أنا أعرف احتياجاتي مثلا العاطفية، هل هي مشبعة أو غير مشبعة؟ احتياجاتي الجنسية مشبعة غير مشبعة في هذه المرحلة؟ هذه كلها تساعد في التخطي. أنا بحاجة أني مثلا زوجي يكون أكثر اندفاعية مني، بحاجة أني أنا أوازن الحياة معه. هو يبغى مثلا يبحث عن مغامرة، إيش فيها لو أنا بقيت أدخل هذا العالم معه؟ نعم. مو أني أجلس عرضة للانغلاق وأدخل الروتين في حياتي. نعم. فهي تحاول تتماشى مع مجتمع. وكذلك المثل بالنسبة للرجل، المرأة بتمر بهذه الأزمة، الضغوط الحياة، التغيرات الهرمونية اللي بتمر فيها المرأة، التغيرات الفسيولوجية، بدأ يبين عليها أعراض السن والكبر، هذه كلها محتاج أن الزوج يحتوي زوجته أكثر ويفهم هذه المرحلة ويستوعبها. يعني من الواضح أنه لابد أنه الحياة الزوجية تمر بهذه المرحلة، ليس إقلالا لا فيك ولا في جمالك ولا في أي حاجة ولا كرها في الزوجة، إنما هي مرحلة لها متطلباتها، ويبدو لي أنه الحوار هو مفتاح لكل المشاكل. أنا أشكر وجودك اليوم معنا يا ميسون، وطبعا أكيد نتمنى أنه الجميع يأخذ هذه المواضيع ببساطة أكثر ولا يشخصنها كثير. أكيد. إحنا خلصنا؟ خلصنا. طيب
للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا معكم اليوم، لكن بالأكيد راح نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.